الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله في اللقاء الأول من مادة محاضرات في الفكر الإسلامي. هذه المادة الهامة التي سنتحدث فيها عن قضايا من قضايا الفكر الإسلامي. وقبل أن ندلف إلى هذا المحتوى، سنتحدث عن مقدمة ضرورية وأساسية في التعريف بالفكر الإسلامي والمفردات وما إلى ذلك. أولا، لو أردنا أن نتحدث عن الماهية، وسؤال الماهية في الفلسفة وفي غيرها من العلوم يعني هو أهم سؤال وأخطر سؤال، لأننا نتحدث عن حقيقة الشيء. فإذا ما يعني تأكدنا من حقيقة الشيء واتضح بشكل كبير، يعني فعندها يعني نستطيع أن نتحدث عن تفاصيله. أما إذا لا نعرف حقيقة الشيء فيصعب أن نتحدث عن تفاصيله، وإذا تحدثنا عن هذه التفاصيل في ظل عدم يعني معرفة الماهية والحقيقة، فسيكون القضية يعني فيها نوع من التشويش ونوع من التخبط. إذا أردنا أن نتحدث عن الفكر الإسلامي، الفكر في اللغة ما هو؟ هذه المادة الفاء والكاف والراء في لسان العرب، يقول صاحب لسان العرب ابن منظور أنها بمعنى إعمال الخاطر في الشيء، يعني أن تعمل ذهنك وعقلك في شيء ما وتتأمل فيه، فهنا نسمي هذا فكر. أيضا الأصفهاني يقول أنها مقلوب عن الفرك، لكن يستعمل الفكر في الأمور المعنوية، وهو فرك الأمور وبحثها للوصول إلى حقيقتها كما ذكر الأصفهاني. إذن يعني مأخذ أيضا من الفرك، والفرك معناها حك الشيء ومحاولة إزالته، فكأنك يعني عندما تفكر في أمر ما تحكه تمام، وتحاول يعني أن تقلب وجوه النظر للوصول إلى حقيقة ما. ابن فارس كعادته في الاشتقاق الكبير يقول أن الفاء والكاف والراء تردد القلب في الشيء، يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا، ورجل فكر يعني كثير الفكر. في المعجم الوسيط، وهو من المعاجم الحديثة، يقول الفكر بمعنى إعمال العقل في الشيء وترتيب ما يعلم ليصل به إلى مجهول، أو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. إذن نلاحظ من هذا التعريف أن الفكر هو تقليب وجوه النظر في أمر ما. يعني عندي قضية معينة أقلب وجوه النظر فيها، أتأمل فيها، أنظر إليها من زوايا مختلفة، هذا هو التفكير في اللغة. في القرآن الكريم وردت هذه اللفظة، لفظة الفكر، في نحو 20 موضعا، لكن كلها بصيغة الفعل، لم تأتي بصيغة الاسم أو بصيغة المصدر. من الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنه فكر وقدر، أفلا تتفكرون لعلهم يتفكرون، وآيات كثيرة جدا تحدثت عن التفكير في القرآن الكريم. إذا انتقلنا إلى تعريف الفكر كفكر، ليس الفكر الإسلامي، كفكر في الإصطلاح، يمكن أن نقول أن هناك عدة تعريفات، أمر على بعضها ثم بعدها نتحول إلى التعريف اللقبي للفكر الإسلامي. يمكن أن يقال أن الفكر هو حركة الذهن للانتقال من المعلوم إلى المجهول، وهذا هو التعريف المشهور الذي مال إليه الرازي، مال إليه ابن سينا، مال إليه ابن خلدون، الجرجاني وغيرهم من المفكرين والعلماء. يقولون أن الفكر هو الانتقال من معلوم إلى مجهول، يعني عندك شيء معلوم، التأمل فيه، تركيبه، تفكيكه، فحصه، تحليله، قد يؤدي إلى إنتاج شيء مجهول، فالوصول إلى هذا المجهول عبر الشيء المعلوم، هذا هو الفكر. الجرجاني يعبر بطريقة أخرى، يقول الفكر ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول. إذن الطريقة التي تركب بها الشيء المعلوم، والتي تفكر بها في الشيء المعلوم، التحليل، التركيب، التفكيك، التأمل، تقليب وجوه النظر من زوايا مختلفة، ربما يؤدي بك إلى اكتشاف شيء مجهول، هذا هو الفكر في الاصطلاح. أيضا بعضهم يعبر فيقول يراد به الكيفية التي يدرك بها الإنسان حقائق الأمور التي أعمل فيها عقله، فيكون الفكر عندئذ مثابة الأداة أو الآلة في عمل التفكير وما يلحق بها. يعني معناها أن الفكر هنا عند البعض في الاصطلاح ليس مقصود فقط هو الوصول إلى المجهول، وإنما الكيفية التي توصلت بها إلى هذا المجهول هو الفكر. على هذا معناها أنه المناهج المستخدمة في الوصول إلى نتائج معينة هي الفكر عند بعضهم. لو انتقلنا الآن، عرفنا التعريف المفردات، تعريف الفكر لغتان، تعريف الفكر اصطلاحا. طيب عندنا الإسلامي، الإسلامي المقصود بها المنسوب إلى الإسلام. إذا ما انتقلنا إلى تعريف لقبي، الفكر الإسلامي، ما المقصود بالفكر؟
الإسلامي هنا يعني حصلت يعني اختلاف العبارات عند المفكرين وعند العلماء في التعبير عن ماهية الفكر الإسلامي. مثلا دكتور محسن عبد الحميد يقول أنه كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من المعارف الكونية المتصلة بالله سبحانه وتعالى والعالم والإنسان والذي يعبر عن اجتهادات العقل الإنساني تفسير تلك المعارف العامة في إطار مبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكا. يعني الدكتور محسن عبد الحميد يعتقد أن الفكر الإسلامي هو كل ما أنتجه المسلمون سواء في الفقه أو في الحديث أو في العقيدة أو في التفسير أو يعني في الأصول أو في غيرها، كل هذه تسمى من وجهة نظر الدكتور محسن عبد الحميد هي فكر إسلامي. وأنا أعتقد أن هذا معنى واسع، معنى واسع جدا. الدكتور عبد المجيد النجار يعني يرى أن الفكر الإسلامي ليس كل ما أنتجه المسلمون، وإنما هو المنهج الذي يفكر به المسلمون أو الذي ينبغي أن يفكر به المسلمون، لا ما هو شائع اليوم من أنه المبادئ والتعاليم التي جاء بها الإسلام أو الرؤى والأفكار التي أثمرها المسلمون أو نحو ذلك من باب المحتوى من المعارف والعلوم. يعني إذن الدكتور عبد المجيد يعني ينظر نظرة أخص، وهو أن الفكر الإسلامي ليس المفردات التي أنتجها المسلمون أو المعلومات التي أنتجها المسلمون أثناء يعني بحثهم أو اجتهادهم اجتهادا تأويليا في النصوص الشرعية، وإنما هو الطريقة أو المنهج الذي يفكر به المسلمون. كيف يفكر؟ ما هو المنهج الذي يفكر به المسلمون؟ مثلا ما هي مصادر المعرفة عند المسلمين؟ ما هي المناهج التي يسلكها المسلمون مثلا في للوصول إلى المعلومة المعينة؟ مثلا المنهج التاريخي في مصطلح الحديث، المنهج الاستقرائي في مثلا القواعد الفقهية، المنهج اللغوي في أصول الفقه وغيره من المناهج، المنهج التحليلي. هذه المناهج التي يعني يستخدمها المسلمون للوصول إلى المعلومات أو المعلوم هو الفكر عند الدكتور عبد المجيد النجار. بينما لو انتقلنا إلى مثلا الدكتور عبد الكريم بكار يرى أن الفكر ما هو ليس كل ما أنتجه المسلمون وليس المنهجية فقط، وإنما هي عبارة عن مجموعة الرؤى والتحديات والطروحات والاجتهادات التي توصل إليه العقل المسلم من خلال استيعاب الواقع الموضوعي والارتقاء به وحل مشكلاته. إذن دكتور عبد الكريم بكار يرى أن الفكر ما هو؟ هو أن أستخدم المعلومات التي عندي، يعني المعلومات الإسلامية أو المبادئ والقيم الإسلامية أو المقاصد الإسلامية، لأعالج بها واقعاً. إذن الفكر ليس هو أن أفكر في شيء معين فقط، وإنما هو عبارة عن علاقة بين مفكر وبين واقع يريد أن يعالج مشكلة هذا الواقع بناء على وجهة النظر الإسلامية. وهذا التعريف حقيقة يعني فيه أكثر يعني دقة من التعريف التي قبله، وإن كانت هي داخلة فيه لكن يعني كان أدق. بعضهم يرى أن الفكر الإسلامي هو نتاج الفكر الذي تصدى للفلسفات والنظريات الغربية ناقدا لها وواضعا البديل الإسلامي محلها، وهذا أيضا يعني يصب حقيقة في صميم الفكر. إذن هذه كلها تعريفات يعني وجهات نظر مختلفة عبرت عن ماهية الفكر الإسلامي. إذا ما أردنا أن نقول يعني ما هو الصواب، لعل الصواب هو الذي مال إليه الدكتور فؤاد البنا، أن الفكر الإسلامي هو خلاصة التفاعل بين الشخص المفكر من جهة وبين النصوص الشرعية والمشاكل الواقعية من جهة أخرى، وذلك في الجانب النظري من الإسلام. يعني هو يرى أن هناك ثلاثة أركان للفكر، وهي المفكر من ناحية والنص الشرعي من ناحية ومشاكل الواقع من ناحية أخرى. فهو يعالج مشاكل الواقع بناء على يعني النظرة الإسلامية، وعلى هذا فعندنا أركان المفكر والمفكر فيه الذي هو الواقع، وطريقة التفكير وهي النصوص الشرعية والمنهجيات الإسلامية. وعلى هذا يحتاج الإنسان تأهيل على المستوى الشخصي والعقلي وعلى مستوى استيعاب الواقع وعلى مستوى استيعاب أيضا النصوص الشرعية. إذن هذا هو الفكر الإسلامي. والمفكر الإسلامي ما هو؟ المفكر الإسلامي هو شخص يمتلك ثقافة إسلامية عميقة وقوية، ويمتلك معرفة دقيقة بالواقع وتفاصيله وعلومه المتنوعة سواء في العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية وغيرها، إضافة إلى تمكنه من أن تكون لديه قدرة عقلية كبيرة يستطيع بها أن يعني يصل لهذه القضايا الموجودة في الواقع أو يرد عليها أو يعيدها إلى المقاصد والقيم الإسلامية. إذن هذا ما يتعلق بماهية الفكر الإسلامي. إذا ما انتقلنا إلى نقطة أخرى
وهي أسباب ظهور مصطلح الفكر الإسلامي. متى ظهر مصطلح الفكر الإسلامي؟ من المعروف أن كلمة الفكر كمفردة موجودة في القرآن، موجودة في اللغة، موجودة في ثنايا المؤلفات الإسلامية والتراث الإسلامي، لكن كفكر إسلامي مصطلح أطلق على يعني مفردات معينة، هذا في تصوري يعني لم يظهر إلا يعني أن أسباب ظهوره في تصور المتكلم هذا هو أمران. الأمر الأول هو سد باب الاجتهاد يعني في القرن السابع للأسف الجمود الذي حصل في تاريخ المسلمين، وسد باب الاجتهاد، فيعني بعض العلماء فيما بعد أرادوا أن يعني يفتحوا هذا الباب من أجل أن يتاح يعني مجال للعقل الإسلامي أن يفكر ويتأمل في القضايا الواقعية ويوجد لها حلول إسلامية، يعني بعيدا عن الأطر التي يعني أو لا أقول بعيدا، وإنما لابد من توسيع هذه الأطر القديمة حتى نستطيع أن نوجد حلول أكثر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من ضمن الأسباب التدافع الحضاري والثقافي الذي حصل بين الإسلام والغرب. الهيمنة الغربية فرضت منتجا ثقافيا وقيما ثقافية ومناهج غربية يعني في الساحة الإسلامية وفي المجال التداولي الإسلامي، هذا أنتج ردة فعل إسلامية يعني كدفاعا عن الهوية الإسلامية. لا بد أن نقف مع يعني هذه الأطروحات الغربية، لا بد أن نناقشها، لا بد أن نرد عليها، لا بد أن نوجد بديل لها، لا بد أن نتفهمها ونعمل العقل أكثر حتى يبدو لنا أن الإسلام يعني معلل وعقلاني وما إلى ذلك. فسمي هذا النوع من التفكير الفكر الإسلامي، والذي نشأ حقيقة يعني ظهر بقوة عند مجيء حركة الإصلاح والتجديد التي يعني ابتدأها جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، محمد رشيد رضا وغيرهم من المفكرين الإسلاميين، محمد إقبال وغيرهم، يعني بدأ يظهر بقوة في تلك الفترة. أهمية الفكر الإسلامي، ما أهمية الفكر الإسلامي؟ يبدو لي أن الفكر الإسلامي يسهم في إظهار التعاليم الإسلامية في حلة معاصرة تتناسب مع كل عصر. يعني نستطيع نقول أنه من أهمية الفكر الإسلامي قضية المعاصرة. الله عز وجل تحدث عن الدين الإسلامي على أنه رحمة للعالم، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا. لابد أن يبدو للناس أن الشريعة الإسلامية تعاصر عصرها وتكون عندها راهنية تتعامل مع المشاكل الواقعية، ولا يعني يظهر للناس أو يبدو للناس أو يشعر الناس أن الإسلام يعالج حقبة زمنية مضت ولا يهتم بواقعه المعاصر. ثانيا، من أهمية الفكر الإسلامي أنه يسهم في دفع الشبهات والرد على الاستفسارات المقدمة من قبل غير المسلمين، خاصة المستشرقين والحداثيين والعلمانيين وغيرهم، الذين أثاروا كثير من الشبهات في حقل الدراسات الإسلامية وفي القرآن والسنة وغيرها من العلوم الإسلامية. ثالثا، إيجاد الحلول الكثيرة لكثير من المشكلات المتعلقة بالأمة بكل أطرافها، قضايا الشباب، قضايا المرأة، قضايا الأطفال، قضايا النفسية، القضايا التربوية، المشاكل السياسية، القضايا الاقتصادية. هناك حلول ابتكرها المسلمون لكثير من هذه القضايا، وآتت يعني كثير منها ثمارها في كثير من الأماكن. إذن هذا ما يتعلق بأهمية الفكر الإسلامي. إذا ما تحدثنا عن مراحل الفكر الإسلامي، يعني الفكر الإسلامي أولا يعني أريد أن أقول أن الفكر الإسلامي ليس علما حتى يعني نتحدث عن تدوينه كعلم. نحن نتحدث عن ظاهرة تسمى ظاهرة الفكر الإسلامي، متى نشأت وكيف مرت وكيف تشكلت حتى أنتج هذا النوع من التفكير. أنا أعتقد أن الفكر الإسلامي هو نوع من طرائق التفكير. فيمكن أن نتحدث عن مرحلة الحراك الثقافي، ثم مرحلة تشكل علم الكلام، ثم مرحلة دخول الفلسفة للساحة الإسلامية، ثم مرحلة الانفتاح على الآخر، ثم مرحلة اليقظة والنهضة الحديثة، يعني كنوع من المقاربات التي رأى يعني المتحدث أن يعني يزمنها بهذه الطريقة أو يحقبها بهذه الطريقة في أحقاب يعني اجتهادية من هذا المتحدث. مرحلة الحراك الثقافي، في تصوري أن الحراك الثقافي الذي حصل، يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأنزل الله عز وجل عليه القرآن الكريم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذا القرآن وأضاف أشياء في السنة النبوية، وتقبل المسلمون جميعا القرآن والسنة إلا يعني من شذ في هذا الباب، وإلا هذه مسلمات إسلامية ليس فيها جدال وليس فيها نقاش أبدا. القرآن والسنة مليئان بالقيم، بالمبادئ، بالكليات، بالقواعد. هذه المبادئ والكليات والقواعد يعني ليست يعني يستطيع الإنسان أن يفهمها سريعا، بعضها واضح صريح نص وبعضها يحتاج إلى تأمل وتفكير. الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت
يعني الخلافات وبدأت الصراعات بطبيعة البشر تحصل هذه معهم. الصراع السياسي في تحول في تصوري هو أول سبب من أسباب الحراك الثقافي الذي حصل يعني في تاريخ المسلمين. الصراع السياسي الذي حصل بين الصحابة والاقتتال وما إلى ذلك أدى إلى ظهور أفكار مثل ما حكم مرتكب الكبيرة، هل الإنسان مسير أم مخير، وقضية الإمامة لمن تكون، وما هو شكل الإمامة وتصورها وما إلى ذلك. هذه كلها أثيرت كحراك ثقافي كان موجودا، بدأ يتشكل مع ظهور الخوارج. ثم بعدها يعني بدأ لما جاء بن أمية وبدأت قضية الجبر والاختيار تثار بشكل كبير جدا. ثم يعني في أواخر بني أمية حصل يعني حراك ثقافي كبير أدى إلى نشوء جماعة. هذه الجماعة كانت عبارة عن مؤسسة علمية كبيرة لديها رؤى عقلية كبيرة في كثير من مجالات الإلهيات والنبوات والسمعيات وغيرها. ظهر عندها ما يسمى بطائفة المعتزلة، وهنا بدأ يتشكل علم الكلام. اولا المعتزله يعني احنا ذكرنا من ضمن الاسباب التي ادت الى هذا الحراك الثقافي والى هذا ايجاد الافكار الاسلاميه هذه الجديده الصراع السياسي. ايضا من ضمن الاشياء التي ادت الى تشكل علم الكلام وظهور هذا الحراك السياسي بشكل اكبر الدخول ثقافه جديده الى الساحه الاسلاميه. اسلم مجموعه من المجوس، وبعض كان هناك حراك ثقافي ما بين اليهود والنصارى من جهة وما بين المسلمين من جهة أخرى. فدخول ثقافة أخرى في حقل الإسلام وفي الساحة الإسلامية مثل الثقافة المسيحية والثقافة اليهودية والثقافة المجوسية، هذه أدت إلى وجود شبهات وإلى وجود أطروحات جديدة. أدت أيضا إثارة شبهات، هذا السبب الثالث، إثارة الشبهات من الهندوس والثانوية والمجوس والمسيحيون واليهود أدى إلى تحفيز العقل الإسلامي لينتج أو ليتحول إلى طريقة تفكير مختلفة. يعني المعتزلة هم أول من أسسوا علم الكلام، وكانوا بدأوا أصلا يعني مرحلتهم الأولى كانت للدفاع عن الإسلام ضد الشبهات المثارة من هذه الطوائف التي دخلت إلى الساحة الإسلامية، وأبدعوا أي إبداع في النقاش لهذه الأطروحات والشبهات التي يعني كانت متداولة في الحقل الإسلامي. طبعا أثناءها تشكلت المعتزلة ب يعني أصول معينة ومحددة، وبدأ الصراع بينها وبين الحنابلة الذي يمثلون يعني مدرسة الأثر. فكان الصراع ما بين مدرسة العقل التي هي المعتزلة وبين مدرسة الأثر صراعا كبيرا. ثم يعني مع الأيام وجد عندنا فصيل ثالث أراد أن يجمع ما بين العقل وما بين النقل الموجود عند الأثرية والمعتزلة، فجاءت الأشاعرة و يعني شكلت يعني منعطفا آخر وهو الموائمة ما بين العقل والنقل، وإن كانت في مرحلتها الأخيرة يعني مالت إلى العقل كثيرا في كثير من القضايا، خاصة عندما دخلت الفلسفة إلى العالم الإسلامي في العصر العباسي. وطبعا الفلسفة من ضمن الأسباب أيضا التي أدت إلى هذا الحراك الثقافي وإلى وجود فكر إسلامي يعني يناقش القضايا بطريقة عقلانية، أن الفلسفة دخلت يعني قليلا كانت في البداية قبل ظهور المعتزلة وتأثر بها بداية المعتزلة قليلا، ثم لما ترجمت الكتب أيام المأمون كتب الفلسفة يعني قرأها المعتزلة وطالعوها وتأثر كثيرا بها مثل أبو الهذيل العلاف والنظام وغيرهم، تأثر بها كثيرا وبدأت تتشكل يعني مدرسة يعني عقلانية فلسفية إسلامية في أواخر العصر عصر المعتزلة. وهذا أدى كما ذكرت لكم إلى يعني إيجاد فكر جديد وهو فكر المعتزلة الأشاعرة والماتريدية. ثم بعد هذه المرحلة بعد أن دخلت الفلسفة إلى حقل الدراسة الإسلامية تناولها المسلمون وتقبلوها وحقيقة نقحوها. يعني مثلا عندنا الفارابي الذي هو المعلم الثاني، عندنا ابن سينا، عندنا مثلا الكندي، عندنا ابن خلد يعني ابن يعني صاحب كتاب ابن رشد عليه رحمة الله وهو من كبار الفلاسفة في عصره وغيرهم من فلاسفة الأندلس. هؤلاء تلقوا الفلسفة المشائية، كانوا يسموها الفلسفة المشائية فلسفة أرسطو، تلقوها وترجموا هذه الكتب وشرحوها وتلقوا علم المنطق بالذات وحققوه ونقحوه وتقبلوه ويعني أدخلوا إلى حقل الوصول بالدراسات الإسلامية. وأول من تقبل المنطق الإمام الغزالي عليه رحمة الله. الإمام الغزالي مرحلة سنتحدث عن الإمام الغزالي وعن حياته وعن المنعطفات التي مر بها
بها الغزالي ومر بها الفكر الإسلامي بسبب الإمام الغزالي عليه رحمة الله. إذن هذه الفلسفة دخلت إلى حقل الدراسة الإسلامية، دخلت بشبهاتها، أدت إلى تحفز العقل الإسلامي لتقبل ما يمكن تقبله منها والرد على ما لا يمكن تقبله منها. والغزالي عليه رحمة الله ممن خاض هذه المرحلة، وابن رشد أيضا يعني حصل بينه وبين الغزالي نقاش حول هذه القضايا. ثم بعدها يعني بعد هذه المرحلة حصل أنه يعني تغلب المد الأشعري الماتريدي فترة طويلة من الزمان، وكان له تصور في جانب الفقه وتصور في جانب العقيدة، توقف الاجتهاد في جانب الفقه وأيضا في العقيدة، كان شكل العقيدة شكل واحد وهو العقيدة الأشعرية التي سميت أهل السنة والجماعة في حينها. ثم مع مجيء ابن تيمية عليه رحمة الله بدأ يحاول أن يزعزع هذه المسلمات العقدية والمسلمات الفقهية، وحصل بينه صراع وبين يعني المدرسة الأشعرية وبين المعتزلة، إلى أن يعني تشكل معها بعدين الحركة السلفية التي جاءت بشكل معين وهو الفهم الظاهري للإسلام. ثم جاءت بعدها مد آخر وهو يعني ما نسميه بمرحلة اليقظة والنهضة الحديثة التي يعني أسسها أو بدأها الإمام يعني جلال الدين أفغاني، ثم بعدها محمد عبده، ثم محمد رشيد رضا، ثم من تلاميذهم أبرزهم الإمام محمد الغزالي عليه رحمة الله المعاصر، وكذلك الشيخ القرضاوي وغيرهم من المفكرين الكبار الذي أرادوا أن يعني يبتعدوا عن ظاهرية النص التي أتى بها الفكر السلفي، إلى الاهتمام بمقاصد الشريعة والاهتمام بكليات الشريعة ويعني مبادئها الأساسية. إذن إلى هنا نكون يعني قد مررنا ولو مرور سريع جدا على يعني تطور الفكر الإسلامي في هذه المراحل، ولعلنا يعني في الدروس المقبلة نتحدث عن كثير من هذه القضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا فيما طرحناه وأن ينفعنا جميعا به، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.